طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. دكتور، بنتكلم على 1600 مشروع للوقاية من يعني السيول لا قدر الله وهطول الأمطار الكثيفة، عاوزين نعرف الاستعدادات والتجهيزات اللي بيتم العمل عليها لمواجهة السيول والأمطار. طبعا ملف الحماية من أخطار السيول ملف هام جدا نظرا لتأثيره المباشر على المواطنين وعلى المنشآت. صحيح. الدولة انتبهت بشكل كبير جدا لهذا الملف وأعطته أولوية كبيرة من عام 2014 حتى الآن نظرا لأهمية هذا الملف وتأثيره. طبعا أعمال الحماية من أخطار السيول هي يعني ثلاث إجراءات متنوعة يتم التعامل من خلالها لحماية المواطنين وحماية المنشآت. في عندنا إجراءات بعيدة المدى بتتمثل في مشروعات الحماية من أخطار السيول. نعم. 1600 منشأ تم تنفيذهم خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في جميع المحافظات المعرضة لأخطار السيول اللي هي شمال وجنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، محافظات الوجه الأبيض. الهدف اللي هي بتحمي كل يا القرى الخاصة كمان اللي هي بتقوم بعملية حصاد لكميات من اللي بيتمها في المناطق. طبعا المناطق دي كلها مناطق صحراوية، فبالتالي التجمعات البدوية الموجودة في هذه المناطق بتقدر تستفيد بشكل كويس جدا لتجميعها من في اعمال الشرب واعمال الرعي. فده امر هام جدا. دكتور محمد عذرا الصوت مش واضح، ارجو من حضرتك تكون موجود في مكان فيه تغطيه افضل للشبكه لان احنا مش سامعين. فبقول لحضرتك هذه حضرتك لو سامعيني كده افضل. اتفضل. فالمنشآت الحمايه ليها دور هام جدا في حمايه المواطنين والمنشآت، ومن جانب اخر في حصاد كميات من الميه اللي بتستخدمها التجمعات البدويه الموجوده في المناطق اللي بتنشا فيها هذه المنشآت. طيب ازاي بقى بالفعل بيتم العمل على تجميع الميه يدويا من المجمعات البدويه اللي حضرتك بتتكلم عليها لضمان الاستفاده القصوى منها؟ لا، هو عملية التجمع هي المية بتتجمع بشكل طبيعي في مخر السيل. الوزارة بتنشئ السدود، السدود دي بيبقى أمامها بحيرات صناعية، المية بتتجمع بشكل طبيعي وهي ماشية في مخر السيل، بتتجمع أمام السد فبتكون البحيرة الموجودة أمام هذا السد. الأهالي بيستخدموها بشكل مباشر في المناطق المحيطة، يا إما بيسحبوا المية بشكل مباشر من سطح البحيرة أو بيحصل ترشيح للمية من جسم هذه البحيرة من تحت من أسفل، المية بيحصل لها ترشيح وعشان تغذي الخزانات الجوفية الموجودة أسفل هذه البحيرة، وحتى البدو بيصنع المية تاني من خلال بعض الآبار السطحية بيسحبوا المية تاني من هذه الخزانات الجوفية. إما بيسحبوا المية من سطح البحيرة من فوق أو بيسحبوها من الخزانات الجوفية اللي بتتغذى أيضا من هذه البحيرة. نعم. ده كله بنسميه الإجراء بعيد المدى. أما الإجراء الموسمي اللي احنا بنقوم بيه قبل موسم الأمطار والسيول، فوزارة الري بتقوم بمتابعة تطهير جميع مخرات السيول. في عندنا 117 مخر سيل أطوالهم الإجمالية حوالي 350 كيلو متر في جميع محافظات الوجه الإبلي، بيتم المرور عليهم لضمان ان هم مطهرين بالكامل، مفيش اي عوائق، لان وجود عوائق في اي من هذه المخرات هيؤدي الى تجمع المي امام هذا العائق ولا قدر الله غرق المناطق المحيطه بها. فده امر مهم جدا بنكون حريصين على القيام به بشكل موسمي قبل موسم الامطار والسيول. اما الاجراء الثالث هو الاجراءات الاستباقيه. إن عندنا في الوزارة مركز هام جدا هو مركز التنبؤ بالفيضان، المركز دوت مركز متميز بيعتمد على النماذج الرياضية وعلى صور الأقمار الصناعية لتحديد كميات أو التنبؤ بكميات الأمطار وأماكن سقوطها قبل حدوثها ب 72 ساعة بثلاث أيام.
وبيتم إبلاغ كافة الجهات المعنية وكافة المحافظات والوزارات المعنية بهذه التنبؤات، بحيث يتم اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة من كل جهة للتعامل مع مثل هذه الأمطار المتوقعة في أحد المحافظات. نعم. طيب عاوزين نعرف بقى يا دكتور من حضرتك أهم الأماكن اللي تم العمل عليها علشان خاطر يعني يتم وقايتها من أخطار هذه السيول. لا بس حضرتك، هي محافظات كتيرة، يعني احنا في محافظات طبعا شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر بسبب طبيعتهم الجبلية فيهم المئات من أعمال الحماية، أيضا محافظة مطروح، ومحافظات الوجه القبلي في مقرات اللي هي جاية من جبال البحر الأحمر بتنتهي على الوجه القبلي. فالأعمال منتشرة في العديد من المحافظات، ويمكن دي طبيعة السيول. السيول الومضية هي مش ثابتة في مكان معين، ولكن كل سنة بتحصل في مكان مختلف وبكمية مختلفة. فممكن السنة دي تحصل في جنوب سيناء، السنة اللي بعدها تحصل في شلاتين، اللي بعدها تحصل في مطروح، وهكذا وبكميات مختلفة. وعلشان كده احنا بنشتغل في جميع هذه المحافظات في نفس الوقت، لان انت ما تعرفش السيول هتحصل السنة الجاية فين، الموسم الجاي هيحصل السيل في المخر دوت او لا. ممكن يبقى في مخر يحصل في السنة دي سيل، وبعد كده بعد 10 سنين ما يحصلش، وبعدين يحصل سيل تاني. فبالتالي احنا عشان كده شغالين في جميع المخرات، لانه لازم نكون احنا جاهزين. السيل ما ينفعش ان هو يحصل وبعدين اتصرف، لا، انا لازم اكون متصرف وبعدين السيل يحصل. انا لازم انا بكون مستعد وعامل منشأة للحماية، وبعدين السيل لما يجي ممكن بالصدفة يجي السنة دي، يجي بعد سنة، بعد خمسة، بعد 10، بس لازم منشأ الحماية اكون انا بنيه، ولما يجي السيل يكون المنشأ موجود. وعشان كده احنا شغالين في المخرات وفي كل الاماكن المعرضه لاخطار السيول، بحيث لما السيل يحصل يكون في المنشأ قائم وجاهز يطبخ هذه الكميه المائيه. نعم. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، شكرا جزيلا.